تمام. النهاردة هنتكلم عن ال record structure. تمام. بس طيب ايه هو ال record اساسا؟ ال record ده عبارة عن collection كده من ال fields، بيبقى فيه fields معينة. فنفترض ان انا اول record هيبقى student 1، تاني record هيبقى student 2. تمام. ال record ده هيبقى فيه مثلا ال ID وال name وال address وال GPA مثلا و grades مواد معينة. تمام. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن الاستراكشر بتاعته. يعني اول واحده عندي الفيكس لينث ريكورد، دي زيها تقريبا بالظبط زي الفيكس لينث فيلد، بس الفرق ان دي هيبقى فيها ان انا الفيلدز اللي جوه ممكن يكون مثلا شكلها من جوه مختلف، مثلا ممكن احط ديليميترز او كده، بس الفكره انه اللينث بتاع الريكورد هيفضل ثابت، بس ماليش دعوه بقى بالفيلدز اللي جوه. تمام. دي طبعا الادفانتج بتاعتها انها سهله، والامبلمنتيشن طبعا بتاعها سهل، بس طبعا بتاخد سبيس وكده. لو انا عندي ديتا المساحه بتاعتها اكبر من اللينث يعني بتاع الريكورد، مش هقدر احطها. تمام. تاني حاجه عندي الفيكس نمبر اوف فيلدز، ان انا هيبقى عندي ريكورد هيبقى الفيلدز بتاعتها نمبر ثابت من الفيلدز، مش هتغير. تمام. دي طبعا الويست سبيس بتاعتها اقل من الفيكس لينث، بس طبعا الامبلمنتيشن بتاعتها بتاعته اصعب من الفيكس لينث. تمام. طيب ريكورد وذ لينث انديكيتور، زي ما قلنا في اللينث انديكيتور بتاع الفيلد ان انا هيبقى عندي زي بايت بحطها في الاول عشان تقول لي اللينث بتاع الريكورد ده كام. تمام. طبعا الويست سبيس بيقل، بس طبعا مشكلتها انه هيبقى فيه ويست سبيس للبايت نفسه، وفي نفس الوقت انا هتبقى كومبلكس قوي ان انا اقدر اكسس اي ريكورد، وكل ريكورد يعني الامبلمنتيشن بتاعتها هتبقى صعبه عشان البايت، ان انا هستخدم بايت هتعامل مع بايت وما الى ذلك. تمام. يوز بقى اندكس. using index انا فنفترض ان ده شكل الفايل عندي. تمام. R1 الاندكس بتاعه هيبقى 0، R2 الاندكس بتاعه هيبقى 20، R3 هيبقى الاندكس بتاعه مثلا 100 وما الى ذلك. تمام. طيب طبعا الويست سبيس اقل بكتير، هتبقى طبعا صعبة، وهحتاج سوفت وير عشان اقدر اعمل الموضوع ده، سوفت وير كومبلكس يعني. وفي نفس الوقت انا هيبقى عندي فايل عشان احط فيه تيبل بتاع كل ريكورد مكانه فين. طيب رقم خمسة بقى عندي الديليمترز، زي ما كنا بنستخدم ديليمترز في الفيلدز، هنستخدم ديليمترز برضو هنا، بس هيبقى ديليمترز ما بين كل ريكورد والتاني. طبعا هي هتبقى سيمبل، مفيش ويست سبيس خالص، وبس مشكلتها ان انا طبعا هيبقى صعب ان انا اختار الكاركتر اللي اعمل بيه ديليمتنج يعني، وفي نفس الوقت هيبقى كومبلكس طبعا ان انا اقدر اميز الحاجة عن بعضها، يعني ان انا اقدر اشوف الفايل بالنسبة لي مش هيبقى واضح. تمام. طيب انا هنا في الفايل يعني هنا هيبقى في الجدول دوت ميكس ما بين الاتنين، بس عامة في الجدول دوت فيه غلطة، ان انا عندي length indicator دي مفروض تبقى f fixed length، والseparator دي هتبقى fixed length مع fixed length بتاع الفيلد، والindex دي هتبقى fixed length. تمام. طيب انا عندي كم mix من الحاجات دي مع بعض، انا اقدر اعمل كم mix من الحاجات دي كلها مع بعض؟ اقدر اعمل 4 في 5، مش انا عندي 4 structure من الفيلد وعندي 5 structures من الريكورد، فانا هيبقى عندي 4 في 5 اللي هي 20. تمام. ان شاء الله المره الجايه انا هشرح الجدول ده بالتفصيل، بس عشان الوقت يخلص، واشوفكم المره الجايه، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا كويس جدا من الفيديو.